الانجلر جي اس. اول موضوع اتكلمت عن انجلر جي اس كومبوننتس، يعني المكونات الخاصه بالانجلر، كل مكون وبيعمل ايه وايه هي الادوات المساعده اللي مديها لنا الانجلر. الانجلر في الاساس احنا اتكلمنا عليه وقلنا، او نبدا كده، يلا يا نبدا. يلا ايوه كده خلاص. الانجلر في الاساس هي عباره عن ايه؟ جافا سكريبت فريم ورك. فالجافا سكريبت الاساس، خلاص جافا سكريبت هي الاساس، هي اللغه الاساسيه. عمل ايه طب الانجلر؟ طب ما الجافا سكريبت موجوده، انا ممكن اتعلم جافا سكريبت. اه ويفضل على فكره انك تتعلم جافا سكريبت، وانا ما زلت من الناس اللي بتقول جافا سكريبت جافا سكريبت، يا اما حاجه ثالثه تاخد ايه جافا سكريبت يعني. ف طيب اشتغل بقى جافا سكريبت واسيب الانجلر؟ لا برضو مش، ما قلتش كده خلاص. ليه؟ لان الانجلر عملت لك شويه تبسيطات تخلي الدنيا اسرع، مش اسرع، مش ما هياش دراج ودروب خالص، ده كودنج بس. فكرته في ايه؟ مثلا انا عايز اجيب البيانات وابدا اعمل لوب والف على الداتا واعرض داتا في مثلا في جدول ومش عارف ايه وكلام زي كده. القصه بقى دي عندنا بقى ايام فيها شغل يعني بعد الظهر، فاهم ازاي؟ وبقى وكود ومش عارف ايه. كان انت ممكن دي هي سطر واحد وتلاقيها ظبطها لك، هي معروفه، اصل هي عمليه كل الناس بتعملها يعني، يطلع الداتا في الجريد ايه الجديد يعني، فاهم ازاي؟ فيقوم يديك سطر ايه تظبط بيه الاداء وتخلص ازاي. فانت من المهم انك تقدر تستفيد من الفريم ورك دوت، لانه بيسرع عمليات الايه الديفلوبمنت بشكل كويس جدا جدا جدا. خلاص بيشتغل باسلوب اسمه سنجل بيج ابلكيشن، يعني ممكن يعمل الابلكيشن كله صفحه، يعني البرنامج بتاعك كله تبقى عايش جواه في ايه صفحه واحده، ما عندوش مشكله في ان هو يبني بالطريقه دي اللي هي اس بي اي. خلاص دي برضو من الحاجات اللي بتبقى ساعات مفيده، بالذات لو كانت ابلكيشنز من الابلكيشنز اللي هي مش معقده ولا حاجه. خلاص زي مثلا ابلكيشن تابات، تابات كده ولا سايد منيو، بتعرض شويه حاجات كده بسيطه وشكل الابلكيشن كله بس ديزاين وشكله شيء، بتلمه كله في صفحه واحده وكفى الله والمؤمنين شر القتال وخلاص على كده. فاهم ازاي؟ بيبقى ساعات مفيد. اكستندد مع الاتش تي ام ال دوم. الدوم دوت عباره عن حاجه كده، كانت يعني قصه كانت عامله ضجه زمان وما زالت الناس اللي بتفهم في الحاجات دي بتحبها. كل فكرتها انك ازاي تخلي كود الجافا سكريبت يتعامل مع الكنترولز اللي موجوده على الشاشه، مع كل كلمه مكتوبه، مع كل بوينت محطوطه، مع كل حس يقدر يحس الكومبوننتس الموجوده في الصفحه ويتعامل معاها. يعني مثلا على سبيل المثال عندي يو ال، يو ال فيها ال اي ال اي ال اي ال اي، عناصر مرصوصه تحت بعض، هل ينفع بالجافا سكريبت ازود واحد، اشيل واحد، احط واحد في النص، اعرف العب في الشور دوت، ولا ده خلاص اتش ام ال اتلزق على السبوره والموضوع انتهى؟ خلاص في المعتاد ان هو اتلزق على السبوره والموضوع انتهى، لكن الدوم بقى بتشتغل على ايه؟ على ان هي تقدر تشتغل تخلي الجافا سكريبت تتكلم مع كل الاتريبيوتس او التاجز الخاصه بالاتش ام ال. ماشي، الاتريبيوتس دي بتبقى مور ريسبونسيف تو يوزر اكشنز، يعني بتقدر تستقبل الشغل بتاع اليوزر، يعني اليوزر داس على حاجه، جه جنب حاجه. طبعا لو انت شغال مثلا مش على فكره الانجلر ما هياش موبايل بس، خد بالكم انا المفروض كنت اشتغل دلوقتي على، انا اخدت رقم واحد الكومبوننت بتاعت سي اس اس كومبوننتس للايونيك، فالمفترض ان انا كنت اشتغل بقى على ايه؟ على الانجلر او الجي اس كومبوننتس بتاعت الايونيك، بس ما دخلتش كده، قلت لازم نبص على الانجلر الاول. ليه؟ يعني انت لما تيجي تجيب اي عنصر من العناصر، مثلا عايز تدوس مثلا على زر معين فيطلع لك منيو من تحت وتقوم مختار مش عارف ايه مثلا، ده كنترول من الكنترولز الموجوده بتاعت الانجلر بتاعت الايونيك، موجوده مع الايونيك. بس عشان تعمل كده الحدث ده وتحط الزراير وتحط كل زرار يبقى ليه حدث ومش عارف ايه وكلام زي كده، كله كود ايه؟ او انجلر يعني، خلاص كله كود انجلر. فانت لو انت مش عارف هتلاقي نفسك بتكتب كود قد كده عشان تشغل كنترول، وانت اصلا مش فاهم اصلا ليه حاطط ده هنا وليه حاطط ده هنا وليه حاطط ده هنا وبيتجمع ازاي فانا قلت لا نبسط الدنيا خالص، تعال ناخد انجل ونفهم بس كل واحده بتاعته، كل واحده لوحديها شغاله ازاي. وده هيفيدك برضو انك لو شغال ويب عادي كل اللي احنا هنقوله شغال معاك عادي، خلاص كده. فكل اللي احنا هنقوله دلوقتي يبقى شغال عادي برضو كفور ويب، مفيش مشكله خالص. طيب دي النقطه اللي كنت بتكلم فيها. فبيستقبل اليوزر اكشنز بقى لو انت كنت ويب او كنت موبايل، خلاص كده. دي بقى يعني هو مدمج مع الايونيك عشان يطلع لك الاكشنز الخاصه بالموبايل. يعني مثلا ممكن في الويب بقول ايه الماوس هوفر، الماوس اوت، مش عارف، لكنها هتقولها ازاي ان شاء الله على الموبايل دي؟ مش هتعرف ايه؟ تاتش هوفر، تاتش اوت، تاتش اوفر، هتعملها ازاي دي؟
تاتش اوفر بس مش عارف تاتش اوفر ايه. خلاص طيب الام في سي، الام في سي اللي هي موديل فيو كنترولر. خلاص الانجلر جي اس عشان ايه يعني فريم ورك مبني حديثا، هو شغال اصلا بمفهوم الام في سي. مفيش اي مشكله لوحديه كده، ما تخض ما تخضش، مش هحكي لك يعني ايه ام في سي، هتلاقي ماشيه معاك ام في سي كده لوحديها والدنيا بسيطه مش اي مشكله خالص. يعني مش عايز ايه، مش عايز المفهوم يخضك بقى انا مش عارف ام في سي بقى وهتبدا بقى الدنيا تعك معايا انا مش عارف مش ولا حاجه اصلا. ده عمليه تنسيق، انت لو مشيتها ولو انت ما كنتش عارف الام في سي ولقيت ان الكود بيتحط هنا ومش عارف بيتحط هنا واللي هنا لما كنت عايز تعرض خلاص ومشيت على الطريقه دي الام في سي خلاص انت الموضوع على كده. فما هياش حاجه يعني صعبه، بالعكس تماما يعني. خلاص بل ما وراء الام في سي هنتكلم عليها كمان شويه. الانجلر جي اس انا اديت شويه معلومات عنه، هو اوبن سورس خلاص، يعني الكود موجود في اي حته، الكود اللي شغال اصلا وعامل كل الهيصه دي موجود على الانترنت، اي حد يقدر ينزله يعني. خلاص كومبليتلي فري، هو مكتبه فري مفيش فيها مشكله. سيبك بقى من الديفلوبرز حول العالم وكتير ومش عارف ايه وكلام زي كده. هيفري وادمز هم اول ناس اشتغلوا عليه خلاص، وكانت كان زمان تبع شركات ثانيه. المهم اخر حاجه توصل الى جوجل دلوقتي، اخر حاجه المفروض ان هو شغال على جوجل. تعال نبص على خش في الموضوع على طول عشان ما اقولش ايه ده وقت، مش احسن كده برضو؟ بس انا حبيت بس اقول كلمتين قبل ما نبدا ايه نخش في الموضوع. خش في الموضوع ايه. طيب انا جيت هنا ببساطه الاكزامبل الموجود معاكم، يعني تقدروا يعني هبدا اما اقول اكزامبل هتلاقي الاكزامبلز موجوده عندكم. انا شغال HTML5 فبحط دوك تايب HTML مفيش عندي مشكله. HTML وهيد ماشي مفيش مشكله. مش حاجه عليه؟ فادي مثلا ادي هيد عادي جدا وميتا ومش عارف ايه وتايتل مفيش مشكله عندي خالص. عامل لينك على ملفات سي اس اس ما عنديش برده مشكله خالص. مش عارف ايه ده الرغي الكلام الفاضي دوت امسح ده ما تشيلش هم. هنا هتلاقي ان هو ايه؟ هنا السكريبت ده بينادي على مكتبه الانجلر جي اس بتاعت مين؟ بتاعت الايونيك. خلينا نتكلم الاول عام، خلينا نتكلم الاول عام بعيد عن الملف ده باساسه. ماشي؟ بعيد عن الملف ده باساسه. يعني مش عايزه تتشغل بده. انت الاول عشان تعرف تنادي على ملف الانجلر جي اس انت ممكن المفروض تكتب سكريبت، انت هتنادي على كود فبتنادي بكلمه ايه؟ سكريبت و اس ار سي وبتحط العنوان. عندك حاجه من الاثنين، يا اما تكون حضرتك يعني منزل الفايل ده جوه الابلكيشن، يا اما انت كده كده الابلكيشن بتاعك اصلا اونلاين فما بتنزلوش بتنادي عليه. خلاص عندك الطريقتين، هنكتب كده العنوان بتاعه الاساسي هو اتش تي تي بي اس كولون ايجكس. محدش يقول العنوان معناه ايه. جوجل اي بي ايز لان كل كلمه ليها معنى فعلا يعني. كوم سلاش ايجكس سلاش حد يمليني يا جدعان. واحد دوت ثلاثة ده دوت ثلاثة ده الفيرجن خلاص كده. ده ممكن يتغير معانا مفيش مشكله يعني مش هيفرق معانا لو احنا غيرنا الاصدار دوت. سلاش انجلر هو الامن اللي ليها رقم الاجكس. رقم وطيده يا باشا. هو الايجكس اصلا زميلنا بيسال سؤال بيقول الانجلر ليه علاقه بالايجكس. اقول والله هم هي الفكره كلها عشان تبسط الامور وما تبقاش الدنيا ملخبطه، هم كلهم جافا سكريبت. ريح نفسك خالص فاهم ازاي؟ فطالما كلهم جافا سكريبت الام واحده فكله بيقدر الشيرنج مع بعض والدنيا سحلبيسه. مش مشكله خالص. ماشي؟ انا دلوقتي بتكلم عن ايه دلوقتي؟ انجل يعني هو انت دلوقتي مفضي كل حاجه وكاتب العنوان ده بس؟ ايش طب مش كده اصلا انا دخلت على الموقع بتاعهم لقيت في مكتبات ثانيه. ايوه في حاجه زي فيرجن 2 وبتاع وكلام زي كده حاجه زي الروت ومكتبه الانيميشن. ايوه في حاجات كتير طبعا بس انا كان دلوقتي على الاساسيه يعني بتعلم فيها الكومبوننت الاساسيه كله يعني مع بعض واستخدم انا عايز.
هقول لك مش ليه كله. زين بيسال سؤال بيقول ليه ما يحطوناش ملف كده مبطرخ كده فيه كله على بعضه ونخلص من الموال ده؟ خلاص مفيش مشكله، بس دي حاجات كتير جدا وتقيله. هتلاقي نفسك ايه مثلا؟ حاجات خاصه مثلا بالجرافس وحاجات خاصه بالانيميشن والحاجات دي كلها انا ما عايش استخدمها فلود ليه وهي اصلا تقيله لوحديها عندي في السيستم؟ فمديني بقى هتلاقي مثلا انجلر دوت مينيم، مينيمم اللي هو اقل حجم، في بقى اللي هو الفول كله اللي هو كامل عن اول عن اخر، وفي اللي هو خاص بالجرافيكس، وفي اللي هو هو مقسمك بحيث ان انت هتستبعد 2 3. هو كده كده لو انت عايز تشتغل بكله وسبعيد كله نفس الحمل ما تقلقش، يعني مش هيعمل عليك في حاجه. لكن لو انا عايز اجيب حته اقدر اشد حته من غير ما يعمل لي ايه حمل تاني. خلاص كده. طيب طبعا انا لو خدت كده كوبي العنوان ده وخرجت على اول براوزر على الشارع وعملت كده دخلت بيه بالعنوان، ادي الملف وادي الكود بتاع الانجلر جي اس، مالكش دعوه بالكلام ده. خلاص طبعا لو انا دخلت بس على البراوزر وعملت ايه او عملت كوبي وبيست، يعني طبعا انت عادي جدا ممكن تعمل سيف اس خلاص، وملف الانجلر دوت ميني دوت جي اس بقى موجود ايه بقى موجود عندك، وما عندكش ايه ما عندكش مشكله تقدر تسيبه في اي حته زي ما انت عايز. خلاص كده الحاجه موجوده عندك. طبعا لو خدتها كوبي وحطيناها هنا مثلا جوه 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 بدل سي اس حطيناها جوه جي اس صح، وناديتها بقى على طول مباشره مني في الملف مش مشكله. طب انا الاحسن مش احسن ومش اوحش على حسب الشغل بتاعك. بمعنى لو الابلكيشن بتاعك حجمه مش كبير وملف الجي اس بالنسبه لك مش هيكبر حجمه بيس نزله وحطه على طول يبقى احسن. الشغل بتاعك مش معتمد على الانترنت لا حطه غصب عنك خلاص. طب انا كده كده هعمله عشان اصلا بشتغل على موقع، يعني الكلام ده هيخصك ممكن عشان انت تشتغل على موقع عادي بتشاور عليه من بره حطه على الموقع ما بقتش فرقه صح ولا ايه؟ ما بقتش فرقه لان كده 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 اصلا الموقع اونلاين، فانك تنادي على عنوان اونلاين ده حاجه مش هتفرق معاك صح؟ او حطيته على نفس الجهاز بتاعك ما هو برضه اونلاين، فالدنيا واحد زي ما بيقولوا يعني. قبل برضه حتى في الحته اللي انا هخليها عندي عشان يقول على طول عشان ممكن يقول على النت ياخد وقت اطول مثلا ولا حاجه. لا 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 لما يكون انا رحت للسيرفر السيرفر بتاعي انا السيرفر بتاعي اسمه مثلا اكس واي زد خلاص؟ دخل على اكس واي زد بيجمع ملفاتك وبيعرض لك، انا بقول له بقى اكس واي زد قال له بقى روح بقى شوف جوجل هناك بقى جيب لي من هناك طبعا، وتبعت تبعته بقى تقول له بقى جيب من عند السوبر ماركت الاول الشارع مش عارف ايه على ما يعمل الحوار ده كله خلاص. طيب حلو كده احنا مستمعين الشغل بتاع الانجلر وجاهزين للشغل. حلو حلو هتيجي تبص هتلاقي مثلا ايه ادي البادي بتاعنا وجيت قمت عامل دفاية كده جميلة هنعمل فيها حتة 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 انجلرية كده صغننة بس نتكلم على اساس خلاص دفاية عادية. حد لغاية دلوقتي حد زعلان مش مشكلة خالص. جينا قمنا عاملين ليبل وكتبنا جوه الليبل النيم. حلو جميل قمت جاي عامل انبوت ومديله التايب بتاعه تكست عادي حد كان بيتكلم؟ طيب قمت عامل مثلا بليس هولدر عشان يطلع لي يور نيم مثلا ده بليس هولدر عادي، وعملت حاجه اسمها ان جي داش موديل موديل بدأنا بقى كنت كاتب هنا مثلا ايه عملت موديل لنفسي سميته فول نيم او اي حاجه يور نيم ماشي مش هتفرق معانا خلاص. في كده اي مشكله؟ ايه اللي حصل يعني؟ انا مش فاهم حاجه ولا كل الفكره ببساطه ان الانبوت ده هتكتب جواه حاجه. يعني انت لو جيت بصيت كده على الشاشه حد شايف حاجه في الشاشه؟ هي بتلود هي بتلود يعني عموما عشان بس ما نظلمهاش. الملف احنا نعمل عشان هو هنا كده بينادي على السيرفر بره. حلو حلو جدا نعمل احنا ايه بقى؟
خدت الملف صح؟ وانا كده كده عايز اقول ان احنا شغالين ايونيك فهو موجود يعني، بس انا عشان عايز اديك الستاندرد يعني خلاص. وجيت هنا في الجي اس، الملف في الجي اس، وقمت عامل له ايه؟ مفيش بيست، بيست زي الشطوره. تعرفين مين هو الشطوره؟ خلاص؟ ومالها البيست كده بحريتنا كده خلاص؟ قمت رايح هنا فوق، قلت لي يا عم خلاص ما تناديش من بعيد ولا حاجه، ده عندنا هنا جنبنا في الشارع. قمت قايل له ايه؟ قلت له جوه فولدر الجي اس جواك، هتلاقي قال لي انجلا. ايوه هو ده خلاص. في اسم الله عليك كده طبعا. الادي ايه فتح معانا مش مشكله، حلو. وادي التكست اللي انت تكتب فيه اللي انت ايه انت عم. لو انا كتبت هنا دلوقتي احمد مثلا، انا عايز افتح على جهاز كده يقول ابن حلال جوجل نكسس ايه، بس خلينا نشوف. سيب بس انا ايه كريم ثمانية كده. كريم شالها الموديل اللي احنا سميناه فول نيم كده، الفول نيم ده دلوقتي شايل كلمه كريم، شايل كلمه ايه؟ شايل كلمه كريم، حلو قوي. فانا عايز استخدم الفول نيم اللي شايل كلمه كريم في ان انا مثلا عايز ارحب بالراجل على اتش 1، عايز اقول له هلو فول نيم فلان فول نيم. طبعا عايزين نعمل جافا سكريبت شغل تاني خلاص. شوف اللي هتشوف بقى انا شغل الانجلر ريحك ازاي. انا عايزين نعملها جافا سكريبت، هنضطر نعمل مثلا اسبانا ونديها اي دي ونعمل بقى فانكشن ونعمل لها ايفنت، يعني على الانبوت ده نقول له ان انت لازم تبقى واخد ايفنت اون تكست تشينج مثلا، واون تكست تشينج ينادي على فانكشن بجافا سكريبت، وجافا سكريبت تنادي على الاسبانه اللي انت مديها الاي دي، وتقوم واخده الايه البارامتر اللي اتبعت لها اللي انت بعته بزيس وتحطه جوه الثاني حاجه كده خلاص كده. قامت الانجر قالت لك يا عم ايه اللي انت قلته ده، انا مش فاهم حاجه. انت تعمل كده قوسين كده وقوسين كده وتكتب هنا كلمه فول نيم، تيجي نو تيجي نوت وجاي كده مثلا كاتب ايه علي. هنا انا مش واقف فين، اهو في الشارع انا ولا ايه؟ اهو خد مثلا كريم. وانا وبكتب خد الخصومه اللي متشاله عنده في الذاكره وحطها بشكل ايه؟ بشكل مباشر. ايه؟ بتكتب الكلمه وهو بيكتب معاك. دي بس كده ايه؟ يعني ايه؟ ايه رايكم في الانجلر بس؟ لكن اللي احنا عملناه ده احنا ما فهمناهوش. هو اشتغل. كده بس احنا مش فاهمين ايه اللي حصل وليه اللي حصل. احنا فهمنا برضو يعني ايه ان ده متغير اتحط جواه وبقى بيسلمه هنا، بس مين ايه مش مفهومه، بس الدنيا يعني ايه حلوه شكلها حلوه بس. طيب تاخد منك وقت كبير جدا يعني. نعم حلو قوي. نيجي بقى نتكلم على نرجع تاني، احنا شفنا اكزامبل كده. انا عايز بقى اتكلم بناء على الاكزامبل اللي احنا شفناه ده عشان تبقى الدنيا مفهومه يعني، عشان انا حبيت ادي الاكزامبل الصغير ده عشان اكلمك. شفت لما عملنا كذا شفت يبقى انت عندك حاجه بتشاور عليها. حلو شفنا الاكزامبل البسيط ده. الكور فيتشرز بقى ايه هي الفيتشر يعني مواصفات ولا ايه ولا الخواص الخواص الاساسيه بتاعت الانجل خلاص. ايه الخواص الاساسيه؟ ده اول خاصيه حاجه اسمها ريكتر بايندنج خلاص، ان هو بيعمل حاجه اسمها اوتوماتيك السنكرونيزيشن سنكرونوس خلاص، سنكرونوس للداتا ما بين الموديل والفيو. يعني ايه السنكرونوس؟ سنكرونوس يعني على التوازي، يعني زي بارل كده خلاص. ايه ثانيه انا واحده فيهم بارل ولا سنكرونوس؟ انا وضحت لي دي سنكرونيزيشن يعني ايه؟ يعني شغل متزامن او على التوازي. سنكرونس اسهل خلاص ماشي. قول المهم عم ده بيقول لك في هنا توازي في وقت العمل بين الموديل والفيو. الموديل هو ايه؟ هو الفاريبل اللي كان شغال اللي هو ان جي موديل صح، والفيو اللي هي الحته اللي اتعرضت فيها الكلمه. فكان ادي اول حلاوه ماشي. ما هو كل وجافا سكريبت تعمل كده.
هو الاساس الجافا سكريبت، هو الاساس الجافا سكريبت ان هي جافا سكريبت بتعمل كده اصلا، بس بس كانت ايه كده اهو فاهم ازاي، كانت عامله كده لفه جميله، وانا بحب اللفه دي على فكره عشان هي ملفتها. خلاص طيب، الحاجه الثانيه اللي عايز اتكلم فيها السكوب. بيقول لك ايه؟ ان الاوبجكتس بتبقى مرتبطه بموديل معينه، يعني الاوبجكت طبعا يقصد بيها اوبجكت جواها فاريبلز جواها فانكشن حاجه كده يعني. خلاص تبقى مرتبطه بالموديل ذات نفسها. خلاص فيعمل لك بقى ايه؟ علاقه مباشره ما بين الكنترولر والفيو. هو ايه الكنترولر والفيو؟ الكنترولر نقدر نمشي له وقت الكود يعني. خلاص فبتعمل علاقه مباشره ما بين الكود وما بين الكود، يعني من الاخر عايز اقول لك ايه؟ كلمه فول نيم اللي استخدمناها من شويه دي، هي هي اللي فوق، هي هي اللي تحت، في كل حته متشافه وكل الدنيا زي الفل. دي فكره السكوب. السكوب يعني اصلا نطاق الرؤيه، صح كده؟ هو عايز يقول لك ايه؟ ان الدنيا هنا ايه سحلبيسه، انا كل نطاق الرؤيه مفتوح ما تقلقش، مش عارف ايه سحلبيسه اللي ماسكه معايا دي. ايه؟ بابليك يعني. بابليك يعني. خلاص؟ الكنترولر بقى اللي احنا سائلين دلوقتي يعني ايه كنترولر اصلا؟ قال لك الكنترولر بقى ده دي جافا سكريبت فانكشن اصلا. يعني فانكشن مبنيه بالجافا سكريبت. خلاص؟ bounded to particular scope يعني مرتبطه بسكوب معين. الفانكشن في حد ذاتها كل اللي جواها ما بيتشافش غير جواها. فانكشن يعني يعني والله العظيم ده اسم اصلا يتوه. يعني ايه؟ فانكشن يعني مجموعه من العمليات بتقوم بوظيفه محدده. يعني مجموعه اوامر بتقوم بتأدي وظيفه معينه. مجموعه الاوامر بتأدي وظيفه معينه، لو جيت عملت جواها فاريبل او اي حاجه ما بيتشافش غير جوه الايه؟ جوه الفانكشن. خلاص ده السكوب بتاع الفانكشن. خلاص كده؟ فهو بيقول لك لما اقول كنترولر، لما اقول انا لما اقول كنترولر وانا شغال كاني انا انجلر. خلاص؟ فمعناها ان ده كود فانكشن معموله بالجافا سكريبت وموجود وانت بتستدعيها وانت بتايه؟ بتستدعيها. خلاص كده؟ وبتبقى محدده وليها سكوب محدد ومفيش فيها مشكله، يعني ما بتتشافش بقى زي الباقي، زي الموديل اللي كنا شغالين عليه من شويه. كلام جميل. في حاجه ثانيه من برضه من ضمن الفيتشرز الاساسيه اللي موجوده في الانجلر، السيرفيسز. الانجلر بتيجي ببيلت ان سيرفيسز، خلاص كده؟ زي مثلا حاجه كده دولار ساين و اتش تي تي بي. احنا لما كنا بنيجي نعمل مثلا في الايجاكس، وهنتكلم لسه على الايجاكس والعلاقه اللي ما بينهم، احنا قلنا احنا اتكلمنا اوريدي يعني، وقلنا ان هم كلهم مبنيين على ايه؟ على قفا جافا سكريبت، وكلها عباره عن زيها زي الجي كويري يعني، برده نفس الفكره بالظبط، بس مبنيه برده على ايه؟ على جافا سكريبت، كلهم مسلمين في الاخر للايه؟ للرايس. فبيقول لي ان الانجلر جي اس مدياك بتجيب لك حاجه سيرفيسز، خدمات عشان توفر لك العمل مع الحاجات الثانيه، من ضمنها ومن اشهرها الايجكس. خلاص الايجكس اللي هي ايه؟ اللغه اللي هي ممكن جزء هي مش لغه، هي جافا سكريبت برضه، خلاص هي هي برضه باكج زي الانجلر بالظبط، او بتخزن داتا على البراوزر تقريبا، دي فكرتها اللي هي السنكرونس برضه نفس جافا سكريبت اند اكس ام ال. خلاص هما يعني اكس ام ال كان مقصود بيها زمان، هي المفروض كانوا عايزين يغيروها، قال لك خلاص بقت معروفه ايجاكس ما تقعدش بعد دماغنا يعني. هو عشان كانت دايما الملفات والبيانات بتتنقل بشكل اكس ام ال، طبعا دلوقتي بقى الغالب جيسون. يعني الاول كان يعني هو مشي على فترات كده، كان الاول الاساس اصلا تكست داتا اصلا هي اللي رايحه جايه على طول، دايما الناس بتشتغل على تكست داتا اساسيه. بعد فتره بدا الاكس ام ال ياخد فترته، وكان هو الشكل القوي واللي ما فيش زيه، وفيرجن واحد ما عرفوش يعملوا فيرجن 1.1 ما جابوش بعديه ولا قبليه، وكانت الدنيا شغاله في الاتجاه ده، وده حقيقي. خلاص والاكس ام ال ومساحه بسيطه، والداتا بيز بتكستراكت اكس ام ال والسيرفر ياخدها، الموبايل يشد ملف اكس ام ال، والدنيا كانت ايه؟ اكس ام الات في بعض، والدنيا كانت ماشيه زي الفل. خلاص بدات الدنيا تتنقل شويه في الفتره الاخيره الى الجيسون. يعني الجيسون لما تيجي تعمل ملفات كده تقيله طالعه من الداتا بيز مش عارف ايه، تيجي تقيس ملف الاكس ام ال اللي هو خفيف وبسيط جدا، تلاقي ان ملف الجيسون نصه. في كده احلى. خلاص الدنيا ابسط، بدل ما كان يبقى كل حاجه تاج، والتاج ليه قفله، والتاجات ليها قفلات، وكل تاج بيتكتب اسمه في الفتح وبيتكتب اسمه في القفل ومش عارف ايه، فقال لك الجيسون لا ده كومات وقفل يبقى اقواس، والدنيا ماشيه زي الفل وابسط وخفه وكلام من ده. انا بفهمك ليه برضه، انا بتكلم كده بس بفهمك ليه الجيسون بدا يكسب بالسوق.
او ليه بدا يكسب والناس تشتغل عليه احسن، وليه انت تشتغل عليه احسن ما تشتغل على اكس ام ال. خلاص الاكس ام ال حكايه بس فكره، هو كان بسيط ان فكرته تاج وبتقفل وبتكتب الحاجه اللي انت عايزها، تاج وتقفل وتاج وتفتح وتاج وتقفل والدنيا ماشيه زي الفل ومساحه بسيطه وفعلا مساحته خفيفه وكل حاجه. خلاص لكن لما جيسون قال لك ايه، ما هو التاج اسمه ده مش كلمه وبتتكرر ومش عارف ايه وبتاع، وقال لك انت ما تعملها كومه، اعملها كوس، اقفل الكوس الثاني، اعمل اللي مش عارف ايه، بدات الدنيا ايه المساحه ما تيجي تقيسها في الاخر بالاحجام الكبيره، بقت المساحه بقت في الجيسون احسن، فبقى في الانتجريشن. وبما انك موبايل ابلكيشن فكل اغلبيه شغلك هيبقى كله انتجريشن، فبقى في الانتجريشن في الحاجات دي احسن. خلاص حلو قوي. فتيجي مثلا ايه، تلاقي الايجكس كل شغلها عايزينه برضه، مش عايزينه، فتيجي تقول لك انا كانجلر بظبط لك برضه شويه سيرفيسز زي مثلا علامه الدوره ساين اتش تي تي بي، ودي بقى توصلك بالشغل بتاع الاكس ام ال اتش تي تي بي ريكويست عشان تقدر تعمل طلب كايجاكس وتجت الطلب كايجاكس وتعمل شغل بقى الايه الايجاكس والكلام ده كله. ببساطه عملت ايه؟ دولار ساين اتش تي تي بي، احنا كنا في الايجاكس لازم نعرفه، وده اكس ام ال اتش تي تي بي ريكويست، ولو احنا خايفين ان حد متخلف فيكم بشغل انترنت اكسبلورر نكتب له كود بديل اكتب اكس مش عارف ايه عشان بس نعرف الايه الاتش تي تي بي. هو عامل لك بقى فانكشن جاهزه خلاص باوبجكت اسمه اتش تي تي بي اللي هو هيسميه سيرفيس. خلاص ونجهز لك كل الحاجات دي كده جاهزه على طول، نادي او تعمل كده دولار ساين اتش تي تي بي، خلاص بقت الحاجه كلها متشافه وزي الفل، انت هجيب ودي وروح الدنيا بقت زي الفل. تمييز للسيرفيسز خلاص، هو زي ديليمتر كده في اول الكلام. طيب في حاجه اسمها فلترز، معلش انا هتكلم معاكم الكلام ده دلوقتي، وبعد كده همسك واحده واحده من دول واحده واحده تيجي وتوريني كل واحده بتتعمل ازاي والكلام ده. بس احنا اخذنا اكزامبل يقدر يخلينا شويه نقول يعني ايه الكلام ده. خلاص في حاجه اسمها فلترز، ولما اكون عايز اجيب جزء من داتا موجوده عندي، مثلا عندي اري فيها يعني مثلا فيها 10 اليمنتس وعايز اجيب مثلا 2 منهم ولا حاجه، فبعمل حاجه اسمها ايه فلترز. عشان ايه فلتر زي وير كده. خلاص في حاجه اسمها دايركتيفز، الدايركتيفز دي مهمه وشغلها مهم جدا. احنا اتكلمنا على الدوم صح كده، وانا الدوم ده بيخلي جافا سكريبت يتكلم مع الكنترولز بشكل مباشر. في دايركتيفز بقى منزلاها الانجلر عشان تقدر تتكلم بشكل مباشر. زي مين؟ ان جي موديل اللي احنا قلنا ده دايركتيف. ايه دايركتيف يعني ايه لغه؟ هتلاقي معناه تعليمه معينه او ايه زي التوجيه، توجيه او حاجه كده. تعليمه مقصود بقى ان انا اوجهك لحاجه معينه. خلاص بحيث هنشوف كمان ازاي نعمل احنا دايركتيفز لينا يعني خارجا كمان على الدايركتيفز الموجوده. فهو مديك شويه تعليمات كده بتقدر تشتغل عليها، ويبقى كده ده معناه اسم الابلكيشن، كده ده معناه ان انت بتشتغل على موديل، كده ده معناه ان انت بتعمل مش عارف ايه، كده انت معناه ان ازاي تجهيزات يعني جاهزه بحيث انك تقدر تتعمل ايه. كل الفكره انك تقدر تتعامل مع اي كنترول على الشاشه زي ما عملنا ان جي موديل وحطيناه جوه انبوت. هو في الانبوت حاجه اسمها ان جي موديل، ده ايه؟ ده دايركتيف من الدايركتيف بتاعت مين؟ بتاعت الانجلر عشان يقدر ايه يفهمك حاجه معينه وتشتغل على اساسها. خلاص ونبدا طبعا نشتغل بيها على اساسيه نعمل حاجات بسيطه زي كده ماشي، زي ان جي بايند، ان جي موديل اللي لسه متكلمين عليها. طب بس معينه في كل زي اتريبيوتس، ممكن تسميها اتريبيوتس مؤقته ماشي. في حاجه ثانيه اسمها التمبلتس، التمبلتس اللي هي الريندر فيو يعني المنظر المعروض في الاخر، زي اللي اتعمل كده في الاتش تي ام ال اللي احنا شفناه في الاتش 1 اللي احنا جبنا فيها اللو فلان. خلاص دي الايه، دي المقصود بها الايه الريندرد يعني المتشافه، الريندرد فيو اللي احنا شغالين عليه. خلاص وطبعا بيجيب بياناته من الكنترولر والموديل، وهنعرف الفرق ما بينهم كمان شويه، زي ما قلنا من شويه ملف الاندكس في الاتش ام ال اللي احنا كنا شغالين عليه. طيب او ممكن نستخدم مالتيبل فيوز كذا شاشه في وان بيج او في اكتر من ايه، او في اكتر من بيج زي ما هنشوف كمان شويه الكلام ده كله بيتعمل ازاي. في حاجه ثانيه اسمها راوتنج، يعني ماشي اتكلم معايا كده نعرف شويه الكلمات، بس الكلام ده مش عمره ما يرسخ في مخك من اول مره، فانا عايز ايه اوجع دماغك بيه اول مره وبعد كده امسك واحد ناخد مثال على كل واحد ازاي اسمعه ثاني مره، بس انا مش عايز امسك على مثال على طول اول مره تسمعه ويطير وانت وقاعد على طول تلاقي دخلت على النقطه الثانيه ويطير يعني، فاسمع كده وطير زي ما انت عايز يعني خد مني معلومه عامه وبعد كده هرجع اعمل ايه، هرجع تاني واحده من دول اشتغل عليها. الراوتنج ايه هو الراوتنج ده ايه
تشويحي يا عم. حد يشوحه من بره الشباك. ايه يا عم الترجمه العبري دي؟ مين يمين صح؟ طيب خلاص راوتينج ايه هو؟ ايه الفكره كلها؟ لو انا عندي اكتر من شاشه او اكتر من عرضه او اكتر من فيو وعايز اسويتش الشغل بتاعي اعرض الفيو ده اتنقل للفيو ده اعرض الفيو ده اتنقل للفيو ده بنسميها راوتينج. خلاص فهنعرف ازاي نعمل راوتينج بحيث نتنقل من فيو لفيو. خلاص طيب موديل فيو وات ايفر عاملين موديل فيو كنترولر. هو بس الفكره كلها بتاعت موديل فيو وات ايفر ان في ناس في الفتره الاخيره بدات بعد ما طبعا الام في سي والام في سي وبيعملوا كام عملت قصه كده جميله خلاص جه بعد كده ناس قالت لك ايه احنا عملنا اللي هو فوق بقى الام في سي بقى قال لك ايه هو قال لك ايه اللي هو موديل فيو فيو موديل وده برده الكونسبت موجود يعني خلاص ففكرته كله انك ترجع تاني مش للكنترولر بس للفيو موديل ذات نفسه من غير ما تخش على كنترولر زي ما احنا عملنا من شويه احنا عملنا كنترولر ما عدناش عليه فين ازاي؟ مش فاهم الفرق بين الموديل والكنترولر. لما اشرح الام بي سي بالتفصيل هتجي لك. خلاص؟ بس انا دلوقتي بقرب بفكره ايه؟ الموديل اللي احنا عملناه وعرضناه في فيو في حته. الكنترولر قلت لك ببساطه هو كود الجافا سكريبت. بس كود بقى جافا سكريبت مكتوب فانكشن. خلاص كده؟ فبقول لك في حاجه اسمها ام بي سي، ام بي سي بشغل موديل بشغل عندي فيو بتعرض فيه وعندي كنترولر فانكشن مكتوب في جافا سكريبت بيظبط الاداء مؤقتا لغايه ما اشرح لك ام بي سي بالتفصيل. حلو قوي. قال لك في ناس اخترت حاجه ثانيه قال لك ايه ام في ام في في ام ام في وقلبها الناحيه الثانيه في ام قال لك ده بقى اسلوب احسن بقى من ام في سي ومش عارف كلام زي كده واسرع ومش عارف ايه يا عم عباره عن ايه قال لك الموديل يسلم الفيو والفيو يكلم الموديل على طول وهو راجع زي ما هو مفيش مشكله خالص مش لازم كنترولر خالص فهم قالوا ان الانجلر ام موديل فيو وات ايفر يعني ايه تقدر تشتغل ام في سي يبقى في عندك الكنترولر وتقدر تشتغل دايركت على طول ام في ايه؟ ما في فاحنا كده اتكلمنا على المفهوم يلا يا عم ايوه على مفهوم كل حاجه المركب ده ثلاث مرات مش فاهم على مفهوم ال وكام عليه؟ قلنا الراوتنج وفهمنا ايه موديل فيو وات ايفر خلاص موديل فيو وات ايفر دي بقى الاختراع الثالث اللي هو فوق الايه؟ الام في في ام والام في سي هو كمان الام في ايوه اللي هو شغال في الاثنين الام في في ام ما خلاص انت اخر سماع عشان كان صوته كان صوته واطي خلاص اديك فهمت بقى ما انت سمعت عنها اهو ازاي تقول لي ما سمعتش عنها ما انا قلت لك اهو خلاص ديب لينكينج ايه الديب لينكينج ديت؟ دي بتخليك تربط الصفحات بيو ار ال معين خلاص وانت اصلا كلهم صفحه واحده يعني احنا قلنا من شويه ان احنا بنشتغل حاجه اسمها سنجل بيج صح؟ فانا ممكن يكون عندي اكتر من فيو بعرض وبدوس على التمر يفتح لي دي وبدوس على التمر يفتح دي وهم كلهم في الاخر ايه؟ صفحه واحده طبعا هتقول لي في الموبايل قشطه مفيش مشكله طب لو الكلام ده شغال على ويب لك ما هيشتغل عادي هتقول لي ماشي قشطه برضه المشكله الحقيقيه اللي عندي بقى الراجل عايز ياخد عنوان يو ار ال معين بحيث يرجع للصفحه دي اعمل العيب ده هم كلهم صفحه واحده انت تيجي تقول له خد كوبي من عنوان فوق واعمل لي مش معقوله بقى طب هو العيب في ايه فيكم خلاص فهمنا الفكره فايه فهمتوا المشكله الاول قال لك بقى الانجلر بقى جه حل لك المشكله دي خلاص عمل حاجه اسمها ديب لينكينج ديب يعني ايه؟ ديب لينكينج يعني يضرب غطس لينك في الصفحه من جوه خلاص كده؟ يقوم عامل لك لينك كده ايه داخلي يعني. خلاص؟ واللينك ده لما تاخده كوبي بيست وتقوم رميه تاني في اي وقت يقوم فاتح لك الفيو اللي انت شغال عليه. حلوه دي؟ حلوه دي. خلاص؟ صعب يعني على فكره الانجلر من الذ واسهل حاجه ممكن تعلمها بس افهم الفكر الواحد انا دلوقتي عارف ايه انا ما بحبش اللي هو زي ما بيقولوا هو خدها كده واخبطها وخلاص وما انتش فاهم في ناس كتيره بتشتغل بحاجات والله العظيم مش فاهمين اصلا اساسها ايه يقول لك انا ما اعرفش تيجي تعمل كده بتضرب ما اعرفش ما ينفعش غير كده هو عشان مش فاهم الاساس اصلا بتاعها ايه طيب ديبندنسي انجكشن دي بقى ايه بقى حاجه مهمه جدا ديبند يعني بيعتمد على خلاص كده
انجكت 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 يعني الفكره كلها ان هو يعني ممكن تعمل سب سيستمز وتاخد السيستم از كومبوننت كمكون وتبدا ايه تدخله جوه ابلكيشن تاني. طيب يعني ايه؟ انت عملت مثلا حته كده لوجن مثلا نقول خليها بالشاشه مش مشكله وعملت فيها الشغل بتاعها وبتاعه كلام زي كده بالبريفليجز بتاعتها كل حاجه وعندك ابلكيشن عايز تحط في الحته دي تقوم مدخلها فيها مش مشكله خالص. طب عندك ابلكيشن تاني وفي نفس الحته هناك انت بتاخد نفس الكومبوننت وتضيفها على طول بشكل مباشر. الويب يوزر كنترول حاجه زي كده حاجه زي كده اهو ما زعلتكمش تقوم لا خلاص. فدي طبعا بتبقى الدنيا بسيطه وبتبقى اسهل وهو بيكلمك بقى ان تبقى اسهل في الديفلوب انك تبرمج الكلام ده بيبقى اسهل برده في ان انت يعني تبقى فاهمه لان فهمته مره واحده خلاص وركنته ممكن تنساه تاني مش مهم فانت بتسرعيه بيشتغل زي الفل مش عندك مشكله. في نفس الوقت بيبقى سهل التستنج لان خلاص هو خلص تستنج مره واحده مش كل مره اقعد اعمل عليه تست. الراوتنج ان انا اسويتش نفسي ما بين فيو وفيو حتى لو كان نفس الفيو برده اسمه راوتنج. فده مفهوم عام سواء كنت تنقل من صفحه لصفحه او من فيو لفيو جوه نفس الصفحه خلاص ده راوتنج او اوجه نفسي واتنقل من صفحه لموقع من موقع لصفحه مش مشكله خالص. اما الديب لينكينج معناها ان انت على سنجل بيج سنجل بيج وعايز تجيب يو ار ال لما حد ياخده كوبي يعرف يرجع لنفس المكان دي حاجه ودي حاجه خالص. لكن تعتبر الديب لينكينج جزء من الراوتنج بس ما في يعني هو راوتنج اصلا بس عندنا معيب ايه هو ما فيش يو ار ال قفشه عشان اعرف ارجع نفس الحته اللي كنت فيها فهي بقى دي بقى حته الديب لينكينج. يعني مثلا فور اكزامبل الراوتنج ده مفهوم موجود في الاي اس بي وموجود في البي اتش بي وموجود في كله خلاص كده. لكن مشكله انك لما تكون سنجل بيج وما يبقاش فيه ار ال تعرف تكاتشه دي مالهاش دعوه بالراوتنج موجود فالديب لينكينج بتحل الايه؟ المشكله دي خلاص كده؟ فاصل